هنقدمها جنب المبكبكة. هنعمل بطاطس ويدجز اللي هي البطاطس الجوانح اللي بتتشوي في الفرن ما بقليهاش في زيت على النار، بقدمها جنب المكرونة المبكبكة. قد ايه جميلة، انا عايزة اقول لكم من اكتر الحاجات اللي دايما الولاد بيطلبوها مني لما بنعمل المبكبكة فين البطاطس الويدجز جنبها، فهتلاقي الاتنين لايقين جدا على بعض. عبارة عن ايه بقى؟ بطاطس، بس بنقي البطاطس الطويلة المطولة كده شوية، وعندي مجموعة توابل هي دي أساس الوصفة، ملح وفلفل أسود وبابريكا، وعندي توم باودر وبصل باودر، زعتر وروزميري، دول الأساس اللي بيدوا طعم الويدجز الجاهزة بتاعت المطاعم، كزبرة ناشفة وتوم مفروم وشوية زيت، ويا سلام يا سلام لو زيت زيتون هتبقى أحلى وأحلى. نقول تاني، بطاطس طويلة أو مطولة، ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، وزعتر وروزميري، وعندي كمان كزبرة ناشفة وتوم مفروم وزيت، انا عندي شوية من زيت الزيتون واكملهم بزيت عادي، يعني لو عندك زيت زيتون بيبقى طعمه تحفة مع وصفة البطاطس دي بصراحة يعني. وبعد كده الميزة اللي فيها ان هي بتتشوي في الفرن ما بتتقليش في الزيت على النار، فدي بقى تعمليها وتروحي مدخلاها كده الفرن وتسيبيها كده تعيش مع نفسها على ما تعملي الاكل بتاعك. تعالوا نشوف ايه اول الخطوات اللي هنعملها في الويدجز بتاعتنا النهاردة. صح، برافو عليكي إسراء يا جماعة، إسراء على اللايف فسرت المثل صح. تاني وحد تاني برضو يقول لنا تفسير المثل بالنسبة له إيه. صح، محمد شريف برضو صح، اللي هو انت لو مستني حاجة من حد مش موجودة عنده أو مش بتاعته، يعني مثلا إنسان بخيل جدا معروف عنه إنه بخيل، أنت مستني إن هو يديك حاجة، لا مش هيحصل، يبقى يعني عارفين أنتوا إيه، عجم إبليس في الجنة، مش هيحصل. فما تستنوش الحاجة من حد مش أهلها، مش حد عنده، فدايما دايما ما تتعشموش بمعنى صح في حد مش أهل للعشم ده عشان ما يبوظلكوش كل أمنياتكم. سارة، سارة بتقول معنى المثل اللي عايز حاجة يقوم يدور عليها بنفسه ما يستناش حد، يعني عايزة السمنة قومي دوري عليها في المطبخ بنفسك. صح يا سارة، صح برضو، مغزى حلو جدا جدا للمثل بتاعنا. أنا بقلب المكرونة استوت، طبعا كل ما المكرونة بتستوي كل ما بتبتدي تبان. الأول أول ما نزلتها في الصلصة كانت غطسانة، كانت الصلصة هي اللي باينة، دلوقتي إيه بقى؟ بصوا المكرونة، بصوا عاملة ازاي في الصلصة بتاعتها وحتت اللحمة معاها، نهار ابيض، ولا الريحة اللي طالعة من الحلة بقى، زي بقول لكم الريحة بتاعت المبكبكة بالذات بتقعد فترة كبيرة جوه البيت. بصوا شوفوا كده حتة اللحمة، بصوا شربت هي كمان من الصلصة، الحلة دي عايزة تتغرف، دي عايزة تتغرف، نغطي عليها نعمل بسرعة البطاطس بتاعتنا وبعدين نغرفها. أول حاجة هعملها هعمل التوابل الأول، مجموعة التوابل الحلوة اللي هتبل بيها البطاطس. عبارة عن ايه؟ بصي بقى يا ست الحبايب، ادي توم تحفة في الخلطة دي، وبصل بودر، بسم الله كده، وتوم بودر، وشوية بابريكا عشان يدوا ريحة التدخينة اهي كده، بيدوها كمان لون حلو قوي في الفرن، وعندي زعتر وكمان شوية روزميري كده، حاول اكسرهم كده بين كفوف ايديا كده تكسير خفيف كده. بصي بقى كل التوابل اللي حطيناها على بعض دي، بصل باودر وتوم باودر وبابريكا وتوم، وناقص عندي كمان كزبرة. يا دنيا اهلا وسهلا، ازيك يا شيف كوستانت؟ طيبة. اهلا وسهلا، ازيك يا دنيا وانت طيبة يا قلبي، الله يخليك. انا عايزه اسالك سؤال يا شيف عن كيكه. تحت امرك. على الكيكه؟ اه قولي لي يلا. هي الكيكه انت مش بتقولوا تقعد نص ساعه في الفرن؟ لا مش كل الكيكات، مش كل الكيكات بتاخديهاش قاعده. انا لسه عاملاها، خدتش غير ربع ساعه بس في الفرن. حطيتيها ربع ساعه بس في الفرن واستوت؟ اه. النار كانت حاميه بقى ولا ايه؟ اه النار كانت. طب استوت كويس من جوه؟ اه استوت. ده انت ربنا بيحبك، احمدي ربنا. ربنا بيحبك ان هي استوت من جوه، بس ايه ما تكرريهاش تاني. الكيكه لازم الفرن يسخن قبلها، وانت بتجهزي مقدرها تشغلي الفرن على الفاضي على درجه حراره 180،
يسخن على 180 على ما تضربي مكوناتك وتجهزيها وتخلصيها وتحطيها في الصينية وتروحي مدخلها الفرن على الشبكة لغاية على درجة حرارة 180 لغاية 20 دقيقة 25 دقيقة ما جيش ناحيتها ولا حتى أفتح باب الفرن. بعد 25 دقيقة حتى لو ريحتها ملت الدنيا سيبيها على 180 يا جماعة ويكون سخن قبلها. بعد كده بعد ال 25 دقيقة أفتح كده بالراحة وأجسها بقى بوز السكينة أو لو عندك العيدان بتاعت الشيش طاووق وتشوفي السوا بتاعها. استوت خير وبركة، لسه بتطلع العيدان فيها عجينة، أديها 5 دقايق كمان بس كده تستوي معاكي وتبقى زي الفل إن شاء الله. أنا كده عملت التوابل كلها على بعضها وأدي زيت الزيتون أهو. انا بقول لك لو عندك زيت زيتون هيبقى تحفه بصراحه. يلا يا حبيبتي يا رحاب، رحاب يا جماعه بتقول ان هي حامل ونفسها راحت للمبكبكه، بتقول لي احذفي لي طبق. طب انا اعمل ايه بقى دلوقتي يا رحاب؟ بصي يعني حاولي تقومي تعمليها طالما نفسك راح تطلع، اعملي معروف اعمليها يا رحاب. لا الواد دماغه تطلع زي البطاطسايه. اعملي معروف. ادي كده التتبيله جهزت معايا زي الفل. نعمل ايه بقى؟ هنقطع البطاطس وهي مغسوله كويس قوي ومنشفاها واللي يتقطع على طول على التتبيله. بصوا بالطول كده، خدها كده بالطول وبعدين اخدها بقى جوانح كده اهي. دي التقطيعه بتاعت الويدجز بالشكل ده اهي. ماشي يا عم هبي معايا. وننزلها على طول في التتبيله تاني اهي. هعملها لكم تاني دلوقتي بطريقه برضو اسهل. ننزل دي كده، بصوا كده. بصي يا استاذ احمد ادي البطاطس اهي المطوله شويه اهي ماشي كده. ادي كده ايه الاول نصين ماشي، ادي نصين اهو، كل نص اخده ربعين اهو، وبعدين الربع برضو اروح واخداه على اتنين اهو كده بالشكل ده. بس انا بقى بستسهل، بدل ما اعمل كل ده بروح بصوا مقطعها كده على طول وخلاص، دي اسهل وعلى طول على التتبيله. يلا حاضر حاضر يا دي الوقت اللي على طول بيحاربنا ده اهو. عايزين نغرف لان ريحه المبكبكه فعلا طلعت قويه جدا. حاضر 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 كده اهو يا جماعه. وبعدين هتجيبي صاج كفايه يعني، جت على البطاطسيه الغلبانه دي ماشي. هنجيب بقى صاج كده وعليه ورقه زبده او حاطه فيه شويه زيت من تحت يعني ده او ده ماشي. وهقلب كده البطاطس. طبعا في ناس كتير ايه بتعملها، تروح رصاها في الصاج وبعدين تروح رمي عليها التوابل. لا طبعا ده مش مظبوط. المظبوط ان انا بصوا ادعكها كلها بالزيت والتوابل كده اهو، خليها كده ايه تاخد من طعم التوابل والزيت بس يا ست الحبايب. ويا ريت لو تسيبيها شويه اهي كده. نجيب لكم بقى المستويه عشان واحنا بنطلع فاصل كده استاذ احمد بقى يجيبنا واحنا بنرص الني. ادي بص المستويه اهي، شوفوا طالعه من الفرن مشويه ازاي وجميله، لونها حلو جدا، مستويه زي العسل، بتتحط على الشبكه في النص على درجه حراره 200 تستوي على طول. دلوقتي بقى اروح واخده كده البطاطس رصها كده جنب بعضها.